رددي أيتها الدنيا نشيدي، رددي وأعيدي وأعيدي. هذا مطلع النشيد الوطني اليمني، استخدمته في فيديو سابق على قناتي 2K في اليوتيوب، وللأسف فاجأت برسالة كوبيرايت حقوق طبع ونشر على الفيديو. طبعا في البداية قلت انه ربما فعلا استخدامه ممنوع، بحثت وبحثت لقيت انه المدعي هذا بيدعي انه الملكية الفكرية للنشيد له، والشركة هذه هي اللي بتحميه او بتحمي حقوق طبع والنشر له. يعني اي حد بيستخدم النشيد الوطني في اليوتيوب بتروح الارباح للشخص هذا ونسبة للشركة. لكن السؤال، كيف يحق لشخص او جهة امتلاك نشيد وطني؟ ومن هو اساسا عشان يمتلكه؟ وليش باقي كل الاناشيد الوطنية بدون حقوق وقادر انك تستخدمها؟ ومن متى كان في نشيد وطني ملكية خاصة لشخص او جهة؟ اللي اعرفه انا انه اي نشيد وطني هو ملكية عامة للشعب. لا، وكمان النشيد الوطني اليمني اللي بدايته تقول رددي ايتها الدنيا نشيدي، ونهايته تقول لن ترى الدنيا على أرضي وصية، يطلع لنا وصي على النشيد الوطني ويدعي ملكيته وأحقيته بالملكية الفكرية داخل يوتيوب. طيب انت ليش تستخدم النشيد الوطني؟ يمكن كان عليه حقوق وانت قمت تستخدمه. لا طبعا، اي نشيد وطني حق عام لاي واحد يستخدمه. شوف باقي الاناشيد ما فيها اي مشكلة، ايش معنى النشيد اليمني؟ ليش تكبر الموضوع؟ كنت تلعب شوية في الصوت، تبطئ الصوت ولا تسرع الصوت وبتمشي امورك. ليش اغير فيه؟ ليش اسرع الموسيقى وبطئها؟ هذا نشيد الوطني ومن حقي استخدمه. طيب ممكن تكون الموسيقى اللي استخدمتها في النشيد انت تابعه للشخص هذا، ايش دراك؟ لا انا متاكد انه هذا النشيد الوطني اللي بيستخدم في كل المحافل، ما فيش اي فرق، هو نفسه. هذا كان واجبي انا اني اوضح لكم واتكلم، وبطرح لكم تحت في الوصف كل الروابط اللي توصلكم لهذه المعلومات. وانتم مش واجبكم حتتفرجوا لهذا المقطع وتقفلوا بس، ولا حتكتبوا في التعليقات استنكار، ولا انكم بتنشروا الرابط الفيديو هذا وتوزعوا الفيديو هذا في كل مكان. عسى الله انه يوصل لواحد من المعنيين بالامر ونقدر نوقف هذه المهزلة. سلام. قبل ما تقفل الفيديو بقول لكم شيء واحد بس، بانه الفيديو القادم بيكون اجابه على جميع اسئلتكم. فين بتطرحوا لي الاسئله؟ على حسابي في الانستغرام، هذا الحساب، ادخلوا عليه يلا واكتبوا اسئلتكم، وان شاء الله الفيديو القادم اجاوب عليها. سلام.